قدره قدره التقدير، منازل منازل قدره، كلمة قدره مثل كلمة أخرى في القرآن الكريم، والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان، وهذه يعني كل شيء عنده بقدر، كل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى، وكل شيء كذلك بحسبان، وكل شيء بميزان. هنا ليتحقق التوازن ويتحقق العدل. فلو زاد شيء مثلا في جسم الإنسان، لو زاد شيء أو نقص يصاب يختل تختل صحة الإنسان ويصاب الإنسان بتدهور. كذلك في الكون وفي مكوناته من شمس وقمر وما إلى ذلك، لو زاد شيء أو نقص لوقع الاختلال ولاضطربت الحياة ولاختل هذا التوازن وهذا القدر الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. إلى جانب هذا أقول بأن الآية تحدد وظيفة القمر، وهي للحساب، للحساب لعد السنين وللحساب، يعني عد لهذه الوظيفة محددة. كون القدامى ربما في شبه الجزيرة العربية يتغنوا بالشعراء اهتدوا إلى نور القمر وأعجبوا به، وإن كان انعكاس للشمس كما تفضل دكاترة وكما اكتشف العلم في العصر الحديث، تغنوا بالقمر وأعجبوا بنوره وبضيائه وبكذا وكذا، وظل الشعراء والأدباء مشتغلين بالقضية أكثر من العلماء. أهل التجربة كذلك ظلوا يهتدون بالقمر وبمنازله ليعلموا عدد السنين والحساب. هذه الوظيفة الأساسية فيما أعتقد الذي ركزت عليها الآية. الآية الكريمة فيها جزئان يدل الوقوف عندهم، يقول الله تعالى تعلموا عدد السنين، هذا ممكن يفهمه كل عام عامة الناس، كل الناس يحسبون يحسبون بالسنين، كل الناس يعرفون السنين القمرية، وهذا هو الأصل في التقويم. ثم يقول الحساب، ما كلمة حساب هذه خاصة بأهل العلم، يعني ما كيف يعني نفسر لتعلموا عدد السنين وتعلموا الحساب، ماذا يعني بكلمة الحساب؟ فالحساب يعني ربما يعني به القرآن الجانب العلمي كما قال الله تعالى الشمس والقمر بحسبان، يعني أنا أن أعزائي المشاهدين إلى هنا نأتي إلى نهاية الحصة، وبالتالي نضرب لكم وعدا إن شاء الله غدا مع آية أخرى. إلى ذلك الحين نقول لكم إلى اللقاء. النبي خاتم الأنبياء ساهمت بنك البركة الجزائري.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة جديدة من صور وسور. طبعا لا شك أنكم ألفتم الحصة شكلا، ولكن ترقبوا الجديدة من خلال المضمون الذي سنقترحه عليكم اليوم مباشرة من محطة التلفزيون لمحطة وهران. نقول لكل الذين يتابعون على البث الفضائي ولكل أيضا المشاهدين في كل مكان بأنكم حاولوا أن تتابعوا اللوحة التي سنعرضها اليوم من خلال التقارير والتعليقات للإخوة المستمعين والمشاهدين أيضا، واتصلوا بنا على الأرقام الهاتفية التي ستمر على الشاشة مباشرة. إذن بدون إطالة مع اللوحة. والسكون يسري في الدواخل محمولا على إيقاعات النغم الهارب إلى حيث العوالم السحرية البرية والبحرية، وهو الهدوء المطلق في سكينة غشاوة ظلمة آخر اليوم. الألوان الأولى تغطي المساحات الباردة الدافئة والحارة، كل الطقوس قد بدأت في الارتسام. القاعدة الذهبية قد بدأت تعطي أولى الانطباعات الداخلية. الفنان يركز اهتمامه على عنصر الآي، وفي الجهة الأخرى يوازي بين الأبعاد يد الألوان والأضواء وبريق الإنعكاس الزيتي. الإشعاع النوراني الإلهي ينعكس شرقا وينعكس غربا، وعند نقطة الوسط يقع الخيار الأنسب. من الذي خلق لنا الشجر وبارك لنا فيها وزين لنا السماء الدنيا وجعل الليل سباتا والنهار معاشا؟ من الذي أبدع لنا الكون وهذا السكون وهذه الأنجمة وهذه الكائنات السابحات المسبحات؟ يا الغاني يا الغاني، نسعى فضلك جود لي وانت حسبي، ونعمل وكيل سيدي طروف يا عاتق لرقاب. يا الغاني نتوسل بيك ليك توفي لي ربي، استعجب لدعايا وارحمني وجود يا نعم الوهاب. يا الغاني قبل رجايا وطالبك تقبل طلبي، بالشهادة تكرمني في الختام ننجى من العذاب. يا الغاني عجل بعفوك ليك قريت بذنبي، باسط كفوفي من قلبي نقول فضي وغياب. السحر الإلهي والقدسية والآية واللوح وعين الفنان والفرشاة، الفن يلامس المقدس. أي صراع بين المقدس والمدنس في هذا المشهد الفني القدسي؟ أي تلبيس وأي تكريس وأي تحسيس لحس مر في الأساس وسلطة لنص اللون والتشكيل في عيون الناس، غير هذا التماس بين الحدس والإحساس، وهذا التأزم عند الصلاة بين النفس والأنفاس الماثلة أمام خالقها تناجيه وتدعوه وتبتهل ابتهال الحائر الضائع الهائم على وجهه في عمق المسافات. ليك نتوسل يا ربي قريت فجيل قربي، ليك نتوسل يا ربي قريت فجيل كربي، تبت يقيني بيمين نريد ياتيني الكتاب. ليك نتوسل يا ربي تفك جسمي من تعبي، دخيل بالسجاد العباد زغت في نبيك الأواب. الصلاة والتسابيح والليل على الأبواب، من يقدر على أن يحمي هؤلاء المسكونين بالسفر والعياء وحب الله الباد على محياهم وعلى هياتهم
غير سكونه وقدرته وجلاله وعظمته وخلقه. الألوان الداكنة تحجب الألوان النهارية، الليل مغير الألوان ومبدد الأحزان ومثير المخاوف والتصورات. الخيل القلقة في الليل كعادتها تبدو في حراك وفي عراك مع الزمن، وكأنها ترغب في أن تتماس مع إيقاعات الليل وآثاره. فالسروج قد أنزلت والأسلحة قد أزيحت من على الكواهل، وزمن الراحة يسبقه زمن الله ووحدانية صلواته. والشجر الداكن اللون المشع كالكوكب الليلي يرتل هو الآخر الآية المختفي خلف بركة الألوان العاكسة لضوء الشرق ولضوء الغرب ولضوء الحقيقة المطلقة، هو الله، وهو الخالق للنظر، المبدع للبصر، الواهب للغصن ضوء الشجر. لا إله إلا هو، أنا نحيا وأنا نحتضر. يجعل من الفن كاملا وقابلا للقراءة، أي شيء يجعل فينا نحس بالفن ونحب الفن، غير تلك القدسية وتلك الروح الدفينة في الفن. هذا منذ الأزل، منذ القدم، منذ العصور مع النقوش الحجرية الأولى والبدائية. في هذا الرواق وضمن هذه المجموعة من اللوحات الفنية، هذه اللوحة المتميزة ستسافر معنا إلى حيث البساطة دائما، إلى حيث العمق، إلى حيث النقاوة، إلى حيث القراءات المتجددة والمتوازية والمتقاطعة للفن الذي كان دائما وفي غالب الأحيان حكرا على الأقلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذا المكان الفسيح، في هذا المكان الذي وراءنا واحة جميلة، قلاع رائعة تعود إلى تاريخ قديم وتذكرنا بأمجاد عربية إسلامية مرت من هنا. نلتقي مع هذه اللوحة التي أيضا تذكرنا بجو عربي إسلامي أصيل اللي يعرف كل الشعب العربي الإسلامي على برمته. ما هي اللوحة هذه الفنان تأثر بشيء؟ ما هي ولا على الأقل شكون يقدر يقولنا ما هو الشيء اللي ممكن نستشفه من هذه اللوحة؟ الصورة اللي كنت تسألون عليها تبين لنا باللي هادو ناس يعني ماشي ساكنين في المدن، راهم برا الأشجار وفي نعم عندهم الخيل، وهادو راهم يسلق الإمام أمامهم. ولكن هذا الفنان اللي صور هذه التصويرة ظهر له باللي الله سبحانه عز وجل موجود في كل مكان، وينما توجه الإنسان فهو متوجه له المؤمن. الآيات التي ربما الفنان تأثر منها هي آية قول الله سبحانه وتعالى:
وإن كل شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقى هنا تسبحه. فمثلا معناه الرجال هؤلاء الذين يصلون والصلاة هنا معناه بائنة أو ظاهرة، فكذلك الخيل كأنها تسبح أو السروج أو حتى الشجر وحتى اللون كله يؤدي إلى أن هناك عبادة، ولكن نحن العباد ربما لا نفقه، ولكن شيء الإيمان الذي نعتقده هو أن كل شيء خلق في الكون إلا ويمجد ويسبح بعظمة الله سبحانه وتعالى. وأظن هكذا. وش من صورة الآية اللي ذكرتها؟ في صورة والله بالتدقيق، وإن كل شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه، نعم صورة الإسراء. ومعنا هذه اللوحة الزيتية التي تمثل منظر من مناظر الطبيعية المعروفة أو المألوفة في العالم العربي والإسلامي. ماذا يمكن لهذه اللوحة أن تقول؟ المجيب الأول. بسم الله. ميكروفون فضلك. اللوحة الزيتية تذكرني بما كان عليه أباؤنا وأجدادنا، وهي الآن يعني ترسم تاريخ تلف مولنا. وفكر أول حاجة بالنظر للوحة بدقة يرى أن هذه الصورة التقطت ربما ليلا. الدليل أن الأمور هذه ما تبانش على الشكل يعني المطلوب. أول حاجة الإنسان يشوف بلي هذا الإنسان العربي عاش. أول حاجة هذا إنسان بدوي عربي، والعرب دائما كانت العيشة نتاعهم قائمة على الترحال. أول حاجة من خلال يعني اللباس للمشايخ، أول حاجة أنهم يصلوا، ولا أكيد أن هذه الصلاة إما صلاة الليل، صلاة العشاء أو صلاة الصبح. وإنسان مسافر بيح له يقصر، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. دليل على ذلك أن وسائل النقل موجودة حداه، والحمد لله هذا الشيء ذكرنا الحمد لله زمان يعني كانت يعني وسائل نقل بسيطة، الخيول ولا البغال والحمير بسيطة ولكنها فعالة. وهذه نعمة الإنسان يتذكر كيف كان زمان وكيف هو اليوم. والله سبحانه وتعالى سجل هذا الحادثة، قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وقال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. حاولوا قراءة هذا المقطع بإمعان في إطار ذكر بعض اللمحات عن هذه السورة. وهذه السورة الزيتية لا يمكن أن نقول عنها أي شيء أو نشرحها مثل الرسام الذي رسمها، لأنه هو كانت تظهر له خواطر في رسم هذه السورة، ولكن نحن يمكن أن نعطي بعض اللمحات عن هذه السورة. هذه الصورة على حسب ما نشاهد فيها، نشاهد فيها شجرة وبعض الأشخاص، أولئك الأشخاص تظهر عليهم ملامح العادات والتقاليد لأسلافنا وأجدادنا، يعني من ناحية الزي التقليدي وكذلك يعني الوسائل التنقل، وهي وسائل التنقل والتي تظهر في شكل جمال، وهي ليست كيومنا هذا، هي عبارة عن أحصنة. والوقت على حسب الصورة وعلى حسب الظلام الذي يظهر على الشجرة هو وقت المغرب. وقت المغرب، إذن هما يؤدون صلاة المغرب، وهذا يبين أن العرب والمسلمين يشدون في دينهم الإسلامي، وذلك بالصلاة.
إذا مع هذا اللوحة ومع هذا المنظر اللي يوحي بشيء نوع من القدسية، واش يمكن للشيخ نقرأه من هذه اللوحة هذه الأول وهلة؟ هنا تفكرنا بالسادات كما الشيخ بوعمامة الحداد ولد بالخير رحمه الله شاعر. هنا يعني كما أئمة ذولا رام يصلوا قدامنا، يعني أئمة أهل الخير، ويفكرنا يعني ماشي كاين كاين اللي راه يصلي دين مخلص لله، وكاين الغير والجيب، وكما يقول ولد بالخير هنايا من قوة الدرهم تعواج الآية، حق المسكين راح وده اللي بريالو، حرنا في العيد كي تصلي فيها الصلاية، حرام على الإمام رزقه ما وعياله. هذا المقطع يشير إلى دلالة معينة، ما هي؟ هذه اللوحة هذه تبين باللي ناس علماء طع عليهم الوقت في بلاصة خافية، وراهم تحت السجور هنايا، راه إمام بيناتهم ويصلي بيهم، وهنا سيدي الخضر بخلوف يقول يا عبد الله تحصي ربك ما صورك باسم الصيبة بعد كتمان اطفى وجدك، بعد ما كتمان اطفى وجدك 40 يوم وانت نطفى، بدا يفصلك من قدامك، ما تصاق نبدل الوقفة، خلق العضا تصور وجهك، وضلوع فزدر مخسلفة، اجمع الفوز صور قلبك، سلطان عظم على ضعيفة، خلق اللسان ما في عظم. حاولوا قراءة هذا المقطع بإيمان. هذه من طبيعتنا وطبيعة جدودنا وعادتنا وفرضنا وفرض جدودنا، هذه هي الأساس نتاع الحقيقة نتاعنا، ولكن وين الخلفاء الراشدين الناس الثبات عدلوا بالحق وصح العقيدة، بهم سعدة الوطن وانطبع بالحياة، لا جور على مسكين لا زيادة، ما فيهم ما يعاب طاهرين الذوات، بقوى عد الشرع جود والفرادة، اجهاد وحج وصوم والصلاة والزكاة، اتبعهم ساعي والنكير يرضى، غنموا جنة الاضوام بالنفوس انشرات فوق الفردوس قرصورها مشيدة. لاحظوا جيدا هذه التفاصيل. واش اودي شنقول لخويا، هاد الصورة ما عندي ما نعبر عليهم، يا ما عندي ما نعبر عليهم، هنا راني نشوف ثلاثة بتاع الناس وقايمين الصلاة والعواد مقصرين. أمعن النظر هنا، تفصيل مهم جدا. الأخ انت هذه من اللي بدنا نتكلموا ما زال ما عرفناش الصوت نتاعك، تفضل تحبر عبر بصورة مسموعة تكلم. أبي شوف سبحان الله العظيم، الناس يصليوا في لمن وضمان ورزقهم الطايح ليه، ماشي كيما احنا صلي وارفع صباطك. يا خويا انا نقولك صح، راه ما عاجبني الخيل هادو تاع كرس، كون جبرت عليهم الطاقه نديهم نقولك صح. معكم في هذه الجلسة الشاعرية في هذه اللوحة الجميلة لمناقشة أو لنقاش حول هذه اللوحة الزيتية التي رسمها هذا الفنان، والذي يريد أن يعبر فيها على شيء معين من التاريخ، من التراث، من الثقافة العربية الإسلامية الواسعة. ماذا يمكن أن نستشف أو أن نستقرأ من هذه اللوحة؟ الميكروفون يتجول بيناتكم، مجيب الأول من فضلكم. عندي الشيخ تفضل. اللوحة هذه تفكرني في الشيخ بوعمامة رحمه الله عندما كان يحارب الاستعمار الفرنسي، عندما يكون في القتال فهو عنترة ابن شداد، وعندما يكون خارج القتال
فهو الإمام مالك، ألا تراه يصلي بأصحابه والسلاح أمامه؟ وكما يعني نشوفه هنا يعني نفس الشيء ينطبق على هذه اللوحة. أظن قلت هذه الصورة التي أمامنا تعبر يعني تعبيرا واضحا أن هؤلاء الثلاثة الذين يصلون أنهم رسل لقائد من القوات، والحالة حالة حرب، لأنني أرى أسلحتهم موضوعة تحت الشجرة، وأرى التعب يعني ظاهر على خيولهم، لأنهم قد وضعوا أسرجة خيولهم على الأرض، والوقت ليل، لأن الليل قد أسدل عليهم ستاره. فهم يؤدون، والله أعلم، تكون صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو ربما تكون صلاة الصبح. هناك دلالة في هذا المقطع. ده اللوحة الزيت ديال الفنان، ولاحظ أن الفنان أعطى لحظة هامة، وقت هام للسكون والاطمئنان، حيث أننا نلاحظ أن هؤلاء الرجال يصلون وهم في سكينة واطمئنان بعد تعب ربما من حرب أو ما يشبه ذلك، ونلاحظ كذلك سكون الخيل وسكون الأشجار، ونرى كذلك ونلاحظ السكون هذا والاطمئنان من خلال الليل والنجوم. وأظن أن هناك آيات قرآنية تتحدث عن هذا، بحيث أن الإنسان يصلي، يعني الكل يسجد بما فيه الإنسان والأشجار والحيوان والقمر. فهم اللوحة يعتمد على هذا التفصيل. بسم الله، نفتح مجلتنا متمنيا لها العمر الطويل، ومنها نبدأ في رحلتنا عبر الأثير بدون رحيل، وفيها نطرح ما استطعنا لتربية هذا الجيل. هذه اللوحة أرى فيه خيل ورجال وسروج، وليل ونجوم ومروج. يا إلهي إمام الوحي، يا رب الأنام، يا بديع الكون، يا سر الخلود. يا إله الوحي، يا رب الأنام، يا بديع الكون. بعدما تتبعنا أعزائي المشاهدين القراءات المختلفة لهؤلاء المواطنين الذين حاولوا أن يحللوا هذه اللوحة، أقول لكم حاولوا أن تربطوا الصورة، صورة اللوحة طبعا، مع الصورة أو مع الخط الذي يرسمه الفنان. هناك الشكل، في هذا الشكل تكمن سر الآية. وهذه الخيمة، هناك علاقة وطيدة ما بين هذه المجموعة وهذه اللوحة، علاقة أصالة وعلاقة ذات بذات. صحيح أننا لا نعيش لذاتنا، وإنما أيضا نعيش بذواتنا. ماذا يمكن لهذه اللوحة أن تقولها للجميع، ولا واش يمكن من هذه اللوحة أننا نقرأ فيها، ولا واش نشوف أننا نشوف من هذه اللوحة؟ هذه القراءة الأولية للوحة يظهر لي أن أولها يعني أن الإنسان، نعم، الإنسان بلباسه التقليدي وبمحافظته على الصلاة، نعم، لأن الصلاة يعني كتاب موقوتة رغم السفر تاعه، لأنه حط سفر وتخلع البندقية
رغم أن ربما يكون في حرب ولا في حاجة، خلى عن البندقية ولكنه استقبل القبلة ويؤدي في الصلاة. الخيل يعني كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. السروج يعني هذه صناعة تقليدية، وهذا يعني اللباس تقليدي برنوس، يظهر للإنسان القادم هذا قادم من الجنوب، ولكن وجوده في الصورة وجوده في الشمال، لأن يعني أرى الزيتونة، زيتونة مباركة، الزيتونة والمنظر طبيعي في الشمال، يظهر لأنه يعني راه قاصدين للحج وأدوا في صلاتهم. معنى صلاة في صلاة سفر، في صلاة لما يظهر لي مش صلاة سفر، إيه صلاة سفر، لأنه إن الخيل راه حط السرج وحط البندقية، راه كان مسافر. فهم اللوحة من هنا أيضا. بالنسبة للصورة هذه توضح لنا منظر طبيعي، بالإضافة إلى أن كذلك أنها توضح بأن الشعب الجزائري شعب مسلم، بحيث أنه يؤدي صلاة تعه في وقتها، بالإضافة إلى أنه كذلك يوضح بندقيات، مما يدل على أن الشعب الجزائري شعب مجاهد، بالإضافة إلى الخيول بأنه شعب أصيل وما زال يحافظ الأصالة نتاعه. لكن ما معنى التفصيل؟ هناك دلالة. نوريكم يا ذاكرين الله، الله دوروا بوصاية تنالوا فضل كبير، الوصاية لولاد أمثال أمر الله، الوصاية هي وصاية البشر النذير، لا تستنكر شي في قوالك الهل الله، منذ الموسى كسر لهم الخاتيل، عليكم علم قلم يعلم بها الله، علمك دونه يا الوسط التذكير، من ضاق الباطين يسكن من حب الله، والقلب تكون فايفي بعناصير، كالعصفور اليسر من البحر الكبير، ما ندعيش بالولاية حاشا الله، قولي مفهوم يعرفه الطبير، سوى ساسي ندور بين جار الله، لعلان صد سبع من الخير، ومن دق الباب كان مقصود أهل الخير، ما يتبخل شي كان مولد أهل الخير. هذه قالها أنا سمعتها من الكاتب نتاعه. تلاميذ او طلبه احد الكتاتب القرانيه حفظت القران وفي طريق الحفظ، ومعنا ايضا صوره لفنان يبدو انه تاثر بايه كريمه. السؤال موجه اليكم الان، ما هي الايه اللي ممكن تكون وراء هذه اللوحه ويتاثر بها هذا الفنان؟ أنا ألاحظ أن الشاعر المصور قد تأثر بآية كريمة، ألا وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعبر الفنان في هذه الصورة عن آية أخرى، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر
كل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. نفعني الله ببركته. نهار اللي كان حي كان يمشي يجي السودان يطوع، يعني تما يطوع اللي لقاهم اللي لقاهم خارجين على الدين يرجع حمله لثمته. هو كان يقول في حقه واحد الشاعر، يعني ضيف الله يا لما غالي ضيف جا قبله، ضيف الله يا لما غالي درجات صور عالي ما فوق كل والي صعيب جا من ذلو المغيلي بدر طال على الدروج في رواف عشان جميع المسامع هادو الدقالو سلطان تواد سيدي سلطان كل وادي سلطان عمايل بعادي طوع من جهلو فتح مدن ونيارو غادي على شوارو لا التوفيق فطارو من رجال نالو تغب قدوم زيارتو يعطو صاف نقط نعتو وجو خطار في كفالتو اللي وصلو له القفار عمارة وناهيد سارة طوع شيوش الخسارة من زينها رسلو بالله وبه متوسل باب وفقي لسايل فحل الرجال ومناهل غيت من زقالو بالله وبالنبي جيتو عاري عليه لحت واقف دقيت في بيتو الجواد ما يبخلو يا سيدي ديرني بالك حرم رسول جيتك بين العتبة وضريحك وديان بيك حملو. لا تهيلوا مثل هذا التفصيل إنه مهم. هاد الصورة راهم يصلوا المغرب على خاطرها من نجوم الهيه. هاديك الجماعة جاو يصلوا المغرب وأنا واحد النهار جيت نصلي المغرب هنا في واحد البلاد منطقة في تواتي يقولها بريش. إيه. وهاديك المنطقة فيها واحد 2000 رقبة تصلي المغرب. إيه. أنا خفت من عائلي لا ينسرقوا لي صليت من عائلي. نهار اللي كملنا الصلاة واحد السيد قال لي عاود صلاتك قداش دين عائلي ونعاود لي ونعاود صلاتي. أنا العائلة أنا جايين ب 80,000 شد لي ونعاود صلاتي. قال لك صلاتك باطلة. قلت له أنا ما نسيت ناموسة وهذا مو هو جا سيدنا موسى ماله. سيدنا موسى واحد النهار سيدي ربي سبحانه وتبارك وتعالى نزلها بالقرآن الكريم خلعنا عليه قال بعدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى من إنك بالواد المقدس تو هذا فوق بريش بلاد هو جا مشي طوى هذا بريش كنا في واحد الزيارة في بريش وجينا نصلوا قلت له هذا مو واد المقدس هذا واد بريش وانا ما نسيت ناموسة وهو اللي قال لهم وانا وخلعنا عليك انك بالواد المقدس انا صليت من عائلي من عائلي زايدة بهم الصلاة ولو كانوا طاهرين وجداد محتى وجداد شحال شريتهم؟ شريتهم ب 80,000 خفت لا يمشوا لي صليت بهم انا جايز صلاتي خير من السرقة. يا إله الوحيد يا رب الأنام يا بديع بديع الكون يا سر الخلود يا إله الواحد يا قدمنا لكم أعزائي المشاهدين المفتاح الأول وكنا حاولوا أن تقارنوا بين شكل اللوحة وبين الشكل الذي يرسمه الآن الخطاط. حاولوا أيضا أن تقارنوا بين الخضرة الموجودة في اللوحة الأولى والخضرة الموجودة في اللوحة الثانية. أكيد أنه المفتاح الثاني للآية المكتفية، ومع ذلك سأقدم لكم بعض الحروف المبعثرة حاولوا أن تشكلوها. الشين، الميم، التاء، الشين، القاف، الغين، الكاف، القاف. حاولوا أن تشكلوا هذه الحروف. محل
مرحبا بكم دكتور عبد المجيد زيان معنا في هذه الحصة ورفقة هذه اللوحة التي يبدو أنها تثير الانتباه للأول ولا. ما هو تعليقكم أو قراءتكم لهذه اللوحة؟ اللوحة فيها زيتون، زيتون على الخصوص، ومجموعة زيتون، وفيها الناس يصلون، وهذا ما يجعلنا نتذكر الآية الكريمة التي تقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره، إلى آخر الآية التي تقول من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، إلى آخر الآية. معنى أن الزيتون يعني مربوط بروحانية خاصة، أو نقول الزيت مربوط بروحانية خاصة. وأنت تعلم بأن في القديم كان الملوك حينما يصلون إلى التتويج كان يمسح على رأسهم بالزيت، لأن الزيت مبارك، من هنا اسم المسيح، المسيح عليه السلام، لأنه كان يمسح به، لأنه ممسوح، لأنه هو الملك الروحاني المنتظر بالنسبة للمسيحية وحتى بالنسبة لليهود، ينتظرون دائما المسيح، المسيح منتظر عندهم، وحينما يأتي يمسح على رأسه ويكون مقدسا ومتوجا. لهذا الرومان كانوا يضعون تاجا من، وتجد كذلك في الحضارة اليونانية القديمة يعني إشارة إلى الزيت، وحينما يظهر الإنسان في زي جميل في أقصى الجمال يقول لك وكب عليه وصب عليه الزيت فأصبح لماعا. كل هذه الأشياء يعني أن الزيت بورك في الزيت، الحديث الشريف يعني أكل ودهن وسراج في البيت، أي أنه أن الزيت كانت تصلح أيضا للنار للنور، أي كانت كان يسرج بها. من هنا يعني كل في الحضارات القديمة وخصوصا في حضارة البحر الأبيض المتوسط يعني حول الزيت كان هناك يعني أقول لا أقول أساطير، ولكن هناك رموز، رموز كثيرة، من جملة هذا الرمز الله تبارك وتعالى يعلمنا حينما يشير إلى نوره بأنه مربوط بهذه الشجرة المباركة. طبعا هذا تقريب لنا، الله صحيح. الله خالق كل نور وهو فوق النور. أبو تمام حينما كان يمدح أتذكر المتوكل على الله، قيل له أنت تمدحه كما تمدح صعالك العرب في حلم أحنف في ذكاء إياسي، فقال لهم في ذلك الوقت والله قد ضرب أقل مثلا لنوره، الله قد ضرب الأقل مثلا لنوره من المشكات والنبراسي، معنى أن الله تبارك وتعالى فوق كل هذه الأشياء، ولكن قرب إلينا إلى أفهامنا هذه الأشياء. ويعني هناك شيء تاريخي اجتماعي لابد من تذكير به، وهو أن هذه الشجرة كانت في البحر الأبيض المتوسط خصوصا عند الفينيقيين ثم اليونان وهنا في شمال أفريقيا، ومعروف بأن الفينيقيين هم الذين كانوا سبب في نشر هذه الشجرة التي هي شجرة مباركة كما قلنا. لماذا؟ لأنهم كانوا، أنت تعرف بأن هذه الحضارة الوحيدة التي كانت حضارة مسالمة، أي أنها لا تحتل بقاع الناس ولا تتسلط على الناس، ولكن كانوا تجار يتعاملون مع الناس بالرفق، يقول نعلمكم كيف تغرسون الزيت ومن بعد تبيعون لنا الزيت، تغرسون الزيتون وتبيعون، ونحن نبيع لكم الثياب وما يشبه الثياب من المصنوعات. يعني كانت حضارة يعني إنسانية إن صح التعبير، وهي حضارة عربية من أصل عربي كما تعلم، لأن لغتهم هي لغة عربية، الفينيقية لغة عربية. إذن في البحر الأبيض المتوسط الفينيقيين كان لهم دور كبير في نشر هذه الشجرة. القرآن يقول شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغا للآكلين. ربما سنجد بعد البحث الطويل العلمي بأنها حقيقة خرجت من طور سيناء ثم انتشرت شمالا وجنوبا في البحر الأبيض المتوسط. ممكن أنها تكون من جبل سيناء، من ممكن في البداية يعني كشجرة يعني قبل أن تصبح شجرة يعني تحت تصرف الإنسان، حينما كانت برية. لم تكن على سيدنا موسى يقول شجرة مباركة، لا هذاك شجرة أخرى، هذيك شجرة أخرى التي ظهرت فيها النار التي منها سمع موسى كلام الله. وهذيك شيء آخر، هذيك لم تذكر بأنها زيتونة. ما يهمش، ولكن المهم هي أن هذه الشجرة مربوطة بالنور، وأظن بأن هنا الرجل المصلي الذي
يتذكر بأن الله نور السماوات والأرض هو رجل مرتبط بهذا النور. هذا النور الذي قال عنه الله تبارك وتعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذه الهداية. الهداية طبعا ليست مربوطة بشجرة معينة، ولكن يضرب الله الأمثال. يضرب الله الأمثال، أي أمثال تقريبية كما هو معروف. القرآن يقرب إلى أفهامنا الأشياء الكبيرة العظيمة التي هي نور الله مثلا، ولا رحمة الله، أو كل الأشياء التي هي من صفات الله أو من ذاته إلى آخره، يقربها لنا تقريبا يناسبنا ويضرب لنا الأمثال. محدودية العقل والفكرة، لأن محدودية العقل ومحدودية الأرض ومحدودية الإنسان الأرضي الذي لا يمكنه أن يخرج من أرضه إلا بفكر يلهمه الله إياه في بعض الأحيان، أو بعقل. قل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان. ما هو هذا السلطان؟ سلطان الوحي، سلطان النور الإلهي، سلطان العلم كذلك. هذا هو السلطان الذي يمكن أن نخرج به من أقطار السماوات والأرض، أي أن نتعدى معرفتنا الأرضية. وهذه المعرفة الأرضية هي معرفة العقل، وهي المعرفة الدقيقة العلمية، ولكن المعرفة التي تتعدى المجال الأرضي وتذهب إلى أبعاد من هذا إلى الروحيات هي إلهام من الله، هي وحي من الله، وقد بلغنا منه بعض الشيء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي أنه قرب لنا وآتانا بكلمات يعني نستطيع أن نستوعبها. وهو هذا هو البلاغ القرآني، أو البلاغ الذي جاء في الكتب السماوية الأخرى التي نؤمن بها. لما يقول سبحانه وتعالى يقول لك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني قال تبسيط فقط. هذا كلها تبسيط لنا، ولكن كل إنسان يقرأ البلاغ القرآني أو يقرأ البلاغ الرباني إن صح التعبير، البلاغ إذا لم يقول ضعف الطالب هو المطلوب تماما. هذا كله ما يعني أن الكلمات الإلهية هي بحر أو بحور لا تنفد ولو جئنا بمثله مددا، وأنت تعلم بأن المعرفة الكونية يعني صعبة جدا، فكيف بالمعرفة بمعرفة أنوار الله وأسرار الله؟ هذه أشياء لا يمكن أن يدركها الإنسان، وإنما هناك أشياء تقريبية. هذه التقريبيات هي أن يضرب المثل بالزيتون، وأن يضرب المثل بنوره بأنه نور في المشكات إلى آخره، وأنه يجعلنا نلهم إلى أن نصلي كما يصلي هؤلاء الناس، وأن نلهم إلى أن نتصل بالله، وإن نطلب منه المعرفة، وأن نطلب منه العلم، وأن نطلب منه زيادة الإلهام. وهذا كله كما أقول كل إنسان يقرأ القرآن حسب مستواه العقلي وحسب مستواه من العلم، وفوق كل ذي علم عليم. الله 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 تعود اللوحة إلى الاستوديو مع الأخ عمار. أخي عمار، الشيء الذي لفت انتباهك في هذه اللوحة من خلال تجوالكم في هذه المناطق؟ نعم، ربما في هذه الحصة بالذات، ربما الخيمة التي نصبت لنا في قرية الرقاصة بالبيض، للخيمة تعود إلى الخيمة خاصة بالشيخ بوعمامة، واحترك إزوها أصلية
يعني لا زالت محتفظه. طبعا هناك يحتفظون يحتفظون بالبلغاء، يحتفظون بالتهليل يعني، والخيمه اصيله يعني كما رسمت اصيله من عهد الشيخ ابو عمامه. المفروض ان تحول الى المتحف. ما المفروض ان تبقى، لا تحافظ عليها يعني، على الاقل تبقى كتحفه. نعم يعني. شكرا اخي عمار، هذا هديه لك خاصا عزفت. شكرا جاس دار القرآن من هذه الأصل الأكومة ما زال عندنا البحر المخيط آخرين أو أكثر من يومين بقليل من شان يكمل الدورة.